ذكرت وسائل الإعلام المكسيكية أمس الأحد أن عدد ضحايا زلزال المكسيك ارتفع إلى 90 قتيلا، وهو عدد قابل للارتفاع في ظل الهزات الارتدادية المتواصلة دون توقف في الوقت الراهن. ضرب المكسيك يوم الخميس الماضي زلزال مدمر بلغت قوته 8.2 درجة على مقياس ريختر. الزلزال ألحق أضرارا جسيمة بالعديد من المناطق، لا سيما ولاية أواكساكا التي عدت حتى الآن الأكثر تضررا، حيث قال حاكمها أليخاندرو مورات مساء يوم السبت الماضي خلال ترأسه لاجتماع تنسيق الإغاثة. قال إن عدد ضحايا الزلزال بالولاية ارتفع إلى 71 قتيلا، أما عدد المتضررين فقد تجاوز 800,000 شخص. وأضاف حاكم الولاية أن الوضع في مدينة جوشيتان هو الأسوأ، وأن 60 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في هذه المدينة. الاجتماع تطرق أيضا إلى النقص الفادح في الأغذية ومياه الشرب والأدوية في المناطق المنكوبة. وقال مورات أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية، وأن عدد الوفيات قابل للارتفاع. هذا وقتل 5 أشخاص في ولاية شياباس وأربعة في ولاية تاباسكو. ووفقا لبيان أصدره المركز الوطني للزلزال في المكسيك، تم رصد 846 هزة ارتدادية حتى منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي، بلغت أقواها 6.1 على مقياس ريختر.